الشيخ الأزهر والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، مصافحة السيئة التي أحزنت ملايين المسلمين في كل مكان. الصورة أرجو نتأملها، امبارح اتكلمنا النهارده هنكمل في الموضوع. يعني في أكتر من شكل للسلام، لكن ده في حميمية، مودة، دفء، ابتسامة، وربما انبهار. الشيخ الأزهر معجب بالشخص اللي قدامه على ما تبدو في الصورة، وطبعا ماسك فيه بإيديه الاثنين. الصورة التي أغضبت ملايين المشاهدين والقراء في العالم العربي والإسلامي. احنا درجات السلام مختلفة، ممكن تسلم على واحد كده مش لازم تمد إيدك، ممكن تعليها شوية كده يعني ضربة كده وخلاص وتمشي، وممكن تاخد سلام سريع أهلا وما تبصش في وشه كجزء من الاحتقار لي، مضطر تسلم عليه فتسلم كده وانت وشك كده مش طايقه، وفي انك مضطر تسلم وتقول اهلا وكده وشك ايه قافل وجامد لانه ما يستحقش تبتسم في وشه فعل السلام. وفي بقى تبتسم، وفي بقى تسلم عليه بحراره بقى وتهز طالع نازل كده في السلام. اقصى درجات السلام اللي عملها الشيخ الازهر مع شيمون بيريز اللي هو تسلم كده، فهو يمد ايده فبإيدك التانية كمان تبقى إيد كده وإيد التانية كده حميمية، بكلتا يديك بتسلم على الشخص اللي قدامك، وده اللي حاصل في الصورة اللي قدامنا. تمنيت وتمنى الملايين إن تكون الصورة دي ملفقة وخطأ، وإن الإمام الأكبر لم يتورط في هذه الصورة المشينة. لكن النهاردة كما نشرت الدستور إبراهيم الطيب، الشيخ عبد النبي فراج رئيس مكتب شيخ الأزهر قال إن الصورة صحيحة، لا ملفقة ولا مضروبة، الصورة مظبوطة. وقال إن الظروف بتاعتها إن بان كي مون اللي هو سكرتير عام الأمم المتحدة، الصورة دي أثناء مؤتمر حوار الأديان اللي في نيويورك كلمناكم عنه قبل كده. فمين عمل عزومة؟ بان كي مون اللي هو سكرتير عام الأمم المتحدة، عمل الناس الموجودين في العزومة ديت، ده كلام رئيس مكتب شيخ الأزهر، جم ناس كتير يسلموا على شيخ الأزهر. من بين اللي جم يسلموا على شيخ الأزهر شيمون بيريز. فالشيخ الأزهر اتفاجئ ان قدامه شيمون بيريز، وان هو شوفوا الكلام بقى الغريب، كلام الشيخ عبد النبي فراج رئيس مكتب شيخ الأزهر، وان الشيخ الأزهر ما كانش عنده سابق معرفة ببيريز. الخبر الأخير في جولتنا للادي هو حقيقة اللقاء والمصافحة التي تمت بين الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز على خلفية مؤتمر حوار الأديان اللي عقد مؤخرا في مقر مجلس الأمن في نيويورك. وهو الموضوع اللي أثار جدل كبير وخلى بعض نواب مجلس الشعب يطالبوا بمحاسبة شيخ الأزهر على هذا الموقف اللي اعتبروا ناس تانية أمر عادي ولا يمثل أي شيء. عن هذا اللقاء وما أثير حوله معنا على الهاتف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. فضيلة الإمام مساء الخير. طيب. شيخ الأزهر. فضيلة الإمام مساء الخير. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وكل عام وحضرتك بخير يا فضيلة الإمام. أنتم بالصحة والسلام. يعني عايز أعرف من سيادتك إيه ظروف هذه المصافحة التي تمت بينك وبين الرئيس الإسرائيلي؟ لا لست على استعداد أن أتكلم في هذا الموضوع. هو يا فندم بس الحقيقة هي النقطة الوحيدة هذا أتفه من أن أتكلم فيه. يعني أنا بس اللي عايز أعرفه حاجة واحدة، هل هو لا تعرفش أنت رد على اللي بيقول هتعرف ايه؟ انت عارف احنا كلنا بنحبك قد ايه؟ ايوه بس وبنعتز بيك. تعرف ايه؟ انا عايز اعرف هو امبارح صحيفه واحد قابلني ايوه سكه سلمت عليه بس كده، هذه كل المساله. هل هو اللي جه لسيادتك ولا حضرتك اللي رحت له؟ لا احنا ده هو موجود في مكان وانا في نفس المكان وماشي كده ايوه فقابلني مد ايده سلمت عليه. يعني هو اللي بدأ بالسلام يا فضيلة. أيوة نعم. هل سيادتك كنت تعرف ان ده شيمون بيريز رئيس اسرائيل؟ معرفش. ما تعرفش؟ لا. ده انا سلمت على عدد لكن الوجه ده يعني مش غريب علي. وفرض ان انا بنعرفه ده فيها ايه؟ انتوا ما تردوا، انتوا هتسألني هذا السؤال ده ليه؟ لان امبارح صحيفة انت ما ترد وتقول كده. ما انا برد عن سيادتك بانه انا اللي سلمت عليه. اتهدت فلسطين
الله، ده ما هو من دولة احنا معترفين بيها، ومن شهرين كان هنا وقعد مع الرئيس وعمل. انتوا ما تردوا، بتسألني السؤال السخيف ده ليه؟ لا انت تقول كده. طب وايه يعني كما تعرف فضيلتك الامام ان هو في حصار لغزة اسرائيل عاملاه، ومنع الحجاج الفلسطينيين وما يروحوا يحجوا، وقاطعين المية والكهرباء. اسرائيل اللي منع الحجاج؟ بس اسرائيل هي اللي عامله الحصار. الله، طب وفرض عامله الحصار واحنا من امبارح صحيفه الكلام ده كلام سخيف. انتوا يجب اللي تردوا. ما احنا بنرد عشان كده. مش هتسالني واحد سلم على واحد. احنا عشان نرد يا فضيله الامام لازم نعرف. اسمعني بس. اتفضل اتفضل. واحد بيسلم على واحد. ايوه. دي فيها ايه؟ قل لي. لا هو واحد يهودي، واحد مسيحي، واحد ملحد في حفل عام وماشي سلم علي. هو اللي استفز الناس حاجه واحده بس يا مولانا، ان صحيفه معاريف الاسرائيليه امبارح نشرت خبر بتقول فيه ان سيادتك رحت سلمت عليه، مش هو اللي جه سلم على حضرتك، وعشان كده احنا بنستوضح من سيادتك. طب وهو هم كذابين ولاد 60 كلب. ايه اللي رحت انا نسلم عليه؟ ازاي انا هروح نسلم عليه؟ لا احنا انا مدعو زي خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء قطر وامير الكويت والرئيس لبنان وماشي واللي هي الترابيزه اللي انا مدعو عليها قاعد فيها خادم الحرمين، وجنبي على يميني وزير الخارجية السعودية، وعلى شمالي رئيس وزراء قطر، وبعد منه اللي هو رئيس لبنان، وجنبه أو جنب خادم الحرمين أمير الكويت. أيوه. عادي جدا وداخل. طب ترد بيه على الانتقادات اللي واجهها البعض لهذا اللقاء؟ ده أتفه من أن أرد عليهم. أتفه من أن أرد عليهم. طب ما وردت عليهم أهو اللي هو الأستاذ طلعت السادات أهو. أهو ما وردت عليهم. ما تكتفي بالرد بتاعه. طيب يعني يمكن ده خليني أسألك، كيف تنظر إلى الحصار اللي فرضاه إسرائيل على غزة في هذه الأيام فضلت؟ أنا لا أعرف أن هناك حصار على غزة. لا أعرف. الله، دي شغلتي أنا كمان. ما تسأل وزير الخارجية. لا أنا بتكلم على رأي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في هذا الحصار في هذه الأيام حصار المباركة. حصار إيه وجرف إيه؟ الله، حصار إيه؟ أنا طب ما الحصار ده موجود من شهور. الله. طب ترد بيه على اللي بيقولوا إن الشيخ الأزهر يجب أن يعتذر عن هذه الصورة. ده أنا هذا كلام. هذا الكلام اللي بيقول لك يا شيخ الأزهر هذا أحقر من أن أرد عليه. خلاص فضلت الإمام، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، وعيد سعيد على سيادتك إن شاء الله، ومشكرين جدا جدا، ونكتفي بهذا القدر من الأخبار ومتابعة الأحداث الليلادي. وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية.